بون السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى اي واحد يكون يشوف في هذا الفيديو يكون بخير وبصحه جيده. بون بيني وبينكم خاوتي، هذا التسامح الوحيد اللي صرا في الراب الجيريان وما فرحنيش. دوك تفهموا على خاوتي، ماشي باسكو تسامحوا، مي اذا كون فهمكم علاه. حاجه الاولى خاوتي، انا مانيش جاي ندير الفتنه، انا ماذا بيا كاع لي رابر تاع دي زاد يتسامحوا. وديجا هدرتها في الفيديو تاعي اللي سجلته ايام صوتلكته اليوم، وهدرتها في شحال من فيديو من تاعي يا خاوتي. المتابعين القدم عاقلين على هذه الهضره. البارح شفنا ديدين كلاش من نيرفي خرج لنا بلايف وين كان يهضر على هذوك الاعمال الخيريه، وين قال لهم بلي انا ندير الخير في السطره وما مبينش الخير تاعي. وزاد هضر على تراب كين وقال له بلي هذا ماشي وقت لي كلاش، وبلي الناس راها تموت وماشي وقت اني ريبوندي عليك باسكو الناس راها تموت. وشفنا ثاني في ديدين كلاش في واحد الفيديو يرسل في لي ميساج فوكول تراب كينغ، وين كان يهضر بصفه اغريسيف وقال له زعما باه نتلاقوا ونصفوا الصوالح اللي بيناتنا. اليوم شفنا ديدين كلاش وتراب كينغ ودي بلاك دي نيلسون تسامحوا. شوفوا معنا الفيديو خاوتي في رحبه، ودرك نقول لكم التعليق تاعي عليه. السلام عليكم ليكيب، معكم ديدين كابو ساز اون ديريكت من شراكة مع خاوتي رجالة دي بلاك دي نيلسون صاحبي وخويا زاكير جيمي. صرا بيناتنا مشاكل سوء تفاهم، الرجال كي تلاقاو يصفوها ونموت عليكم. هاوليك دي بلاك لغلط مع خويا العزيز، سمح لي ونموت عليك صاحبي خويا زاكير جيمي. والله يقوي المحبة ان شاء الله، والله يبعد علينا ولاد الحرام والمسمومين اللي رموا رجال على راسهم. والسلام عليكم ورحمة الله. بون خاوتي، مانيش عارف الا انا وحدي بانت لي ولا نتوما كاع بانت لكم. على حسب ما شفت انا خاوتي، شفت بلي تراب كينغ ودي بلاك دي نيلسون ما راهمش باغيين هذا التسامح، راهم يبانوا لي انهم ما راهمش عاجبهم الحال. راكم فاهمين خاوتي، باسكو شفنا تراب كينغ كيتسامح مع يوبي كيفاش كان يضحك ويلعب، علاه كيتسامح مع ديدين كلاش شغل راه مزير وجهه. ومام دي بلاك دي نيلسون راكم تشوفوا خاوتي كي راه مزير وجهه، شغل ما رانيش عارف علاه، مي راني حاس انهم راهم غير من فوق القلب شغل تاع قدام البيبليك وصاي. والحاجه اللي زاد ضيعت لي هذه الفرحه تاع التسامح، كي شفت نيمار اللي هو خو دي بلاك دي نيلسون دار ستوريات وين هضر على ديدين كلاش بصفه سلبيه مالغري كو تسامحوا وقال له بلي حنا ما راناش خوتك وما على باليش خاوتي. المهم خاوتي، انا هذا التسامح ما عجبنيش، ومشي ما عجبنيش لانهم تسامحوا، انا توجور مع التسامح خاوتي، مي ما عجبنيش لاني ما حسيتاش صافي. نتمنى تكونوا فهمتوا القصد تاعي ليكيب من هذا الفيديو، ونتمنى انهم هذو لي رابر ثلاثه ولا بليطو هذو لي رابر ربعه زيد معاهم نيمار يتسامحوا صح ويعاودوا يولوا كما كانوا من قبل تراب كينغ وديدين كلاش، وين نشوفوهم في تعاونات جديده وفي فيتيرينغ اللي يطلعوا الراب دي زاد، باسكو الراب دي زاد يطلع بالاتحاد ما يطلعش بلي كلاش خاوتي. احنا ما خصناش يتسامحوا من بعد ما يديروا والو، احنا خصنا يتسامحوا من بعد يديروا دي فيتيرينغ صوالح اللي يطلعوا الراب دي زاد، يتحدوا كونتر اللي رامي كلاش وفينا من دول واحد اخرين. راكم فاهمين خاوتي، نتمنى خاوتي ما تاولوش الكلام تاعي وما تفهموش هذا الفيديو بطريقه خاطئه. هذا فيديو خفيف خاوتي، وزيدوا انتم عطونا رايكم في التسامح تاع ديدين كلاش وتراب كينغ. كان معكم بروف راب، انا بقى لي غير نقول لكم بيس اند لوف، تهلاو بزاف في روحكم خاوتي. وانا خاوتي الحاجه اللي في قلبي نهدرها وراي نقولها، ما غاديش نطيح لك مثال ونقول لك مت بالسعاده من هذا التسامح ولا ما على باليش. التسامح ما عجبنيش خاوتي، وقلت لكم السبه على ما عجبنيش خاوتي، وما بينا نديرو فتنه ما بينا نديرو والو، باسكو كي ندير الفتنه ما عندي حتى فايده انا. راكم فاهمين ليكيب، تهلاو بزاف في روحكم. كان معكم بروف راب، بيس اند لوف.